راديو بلس بلس كن راديو. الحزب يتبنى رؤى حداثية معاصرة تمزيج بين أصالة المغاربة ومعاصرتهم وانفتاحهم على الثقافات. في ظل هذه الصورة ديال الحزب هناك وضعية المرأة. رئيس الحكومة قال بأنه هو قدر يخرج المرأة ديالو ويعرفها للمغاربة، بينما أنت كزعيم حزب سياسي لم تستطع أنك تخرج المرأة ديالك وتعرفها للمغاربة. وفي المقابل كنلقاو بأنه حزب الأصالة والمعاصرة دار لائحة ديال الشباب كل عيالات، لائحة ديال النساء كلها عيالات، بمعنى أنه يعني هذه الصورة تحتاج غتوضح لنا واش يعني واش في الحزب أنت كتعامل. نقول لك واحد الحاجة باش غادي القوس نسدوه، أنا مرتي ماشي محبق ولا طابلو باش نخرجوا يشوفوها الناس ولا. أنا مرتي مسؤولة حقوقية كبيرة في البلاد وما مرتبطش بيا سياسيا. طبعا هي زوجتي، زوجتها عن حب، وماشي دابا، في الزمن اللي كانت ممنوع الكلمة وما زلنا على نفس العهد. ولكن ماشي محبق باش نخرجها باش نبينها، ولا مونيكا بحال هادو اللي مدابزين عليهم في ضربة عمر باش نجيبها ونديرها، ولا التريا. أنا مرتي راه إنسان مناضلة عندها مواقف تمارس، كاينة موجودة يوميا في الأنشطة الحقوقية. ما تعرفوهاش الناس، ما تعرفوهاش الناس، كيعرفوها بسميتها. حنا هذا نوع من الاستقلالية، هذا ماشي نوع، هي الاستقلالية بعينيها راه عندها سميتها. راه ما سميتهاش أنا، ما كان رانا حنا سادينا الزمان فلانة بنت فلانة زوجة فلان، سميتها فلانة بنت فلان ماشي زوجة فلان. هما اللي عندهم فلانة بنت فلان زوجة فلان. أنا مرتي مستقلة في قراراتها في الآخر، وما كايناش في الأصالة والمعاصرة باش تبان معايا. ها اللي غتكون في الأصالة والمعاصرة إلا تلاقينا في شي تجمع تبارك الله، إلا ما تلاقيناش في التجمع ولا إلى حدود الساعة ماشي هي في الأصالة والمعاصرة. هي مناضلة حقوقية، نائبة رئيس منظمة العفو الدولي في المغرب سنين وما زالت. واش مازال ما قنعتيها تجيبها الأصالة والمعاصرة ولا ما بغاتش؟ لا 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 أنا شو دابا انت كتقنع المغرب كله باش ينخاط معك في واحد الحزب سميتو حزب الأصالة والمعاصرة، علاش مراتك ما جبتيهاش للحزب؟ ماشي ما ممكنش نجيبها، قلت قبيله ماشي مونيكا باش نجيبها. هي ما قنعتيهاش باش تنخرط في الحزب؟ ماشي، ما يمكن ربما مازال ما اقتنعتش ومن حقها. وربما هذا عدم الاقتناع ديالها الى حدود الساعه كيخليني حتى انا في بزاف من الحالات كنرجع راسي. ربما الانتقادات اللي ربما غادي كتوجه ليا من حين لاخر في الاداء ديالي الى غير ذلك، لان عندها مسافه، ولكن مرتي فاعله سياسيه وحقوقيه في المجتمع. انا ما تعرفتش عليها انا تعرفت عليها في ميدان النضال. تعرفنا انا وهي في ميدان النضال وتزوجنا في ميدان النضال. تزوجت انا بالطريقه التقليديه، يعني بالطريقه لا، تزوجت بطريقه ديال عهدي ديال وقتي. لذلك هي حرة مستقلة معروفة التصور ديالها، كيخرجوا يوميا غير الناس ما كيديروش لعنها الربط، لأن ما سميتهاش مدام العماري ولا مدام العماري الياس، ولا سميتها بسميتها. راديو بلس بلس كون راديو.